إن قائد جيش يحضر في المعارك عند كل واحد من أصحابه حينما يسقطون على الأرض كما كان يفعل الحسين عليه السلام. فحتى في شهادة أصحابه كان الحسين متميزا عن كل قادة التاريخ للجيوش. حب الحسين للنساء كان حبا حقيقيا، أظهره في كربلاء حينما دخل بعد مقتل رجاله الشريعة، استطاع أن يقحم بفرسه الماء، فلما أراد أن يشرب منه صاح أحدهم قائلا: أتلتذ بالماء وقد هتك حرمك؟ فرمى الماء على الماء وخرج منها ليقول لهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. فقال له شمر: ما تريد يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح. فاستعداهم على نفسه، طلب من ذاك الجيش اللجب الحقود أن ينشغلوا به لتنجو النساء من عدوانهم، وكان مثالا لقول النبي الذي رواه هو سلام الله عليه قائلا: كلما ازداد المرء إيمانا ازداد حبا للنساء. هذا هو الحب، أن تدافع عن المرأة، عن الحرة، ولا يعني العشق الجنسي الذي قد يفهمه البعض. للعزة طعم لا يحس بها إلا الأعزاء، وللحرية قيمة لا يشعر بها إلا الأحرار، وللكرامة معنى لا يفهمها إلا الأكرمون. ولقد حمل الحسين راية العزة وراية الحرية وراية الكرامة في مواجهة الاستعباد والاستعلاء والاستغلال. قال بصراحة لم تعهد إلا من حملة الرسالات: لا أعطي الدنية من نفسي، ورفض حتى مجرد مجالسة الأذلاء، وقال: مجالسة أهل الدناءة الشر. وقال: ليس شأني شأن من يخاف الموت، وما أهون الموت على سبيل نيل العز وإحياء الحق. وقال: ليس الموت في سبيل العز إلا حياة خالدة، وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه. وقال: إن نفسي لأكبر وهمتي لأعلى من أن أحمل الضيم خوفا من الموت، وهل تقدرون على أكثر من قتلي؟ مرحبا بالقتل في سبيل الله، ولكنكم لا تقدرون على هدم مجدي ومحو عزتي وشرفي، فإذن لا أبالي بالقتل.